خذيني معكم. خلاص 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 ما مسوي من كثرنا احنا قاعد نروح تصنع الامور. ايه بقعد الشاي يا شباب. ايه قعدهم قعدهم بعد جايين تنامون هنا فيهم قاعد. تخيل تخيل ان اليوم اخر يوم في البرنامج هذا. بالله تخيل معي ابو ابوكم حزين شين تمشى بشارك. ايه تكفى يا اخي. تخيل ان هذا اخر يوم قريب. عرفت يا الله شوف شوف الجدران في الباب جيب الضيقة كذا تمشي تشوف كذا كنا هنا كنا كذا هنا كنا مصور برول مع زيدان تذكر. اي والله هذا ورد يوم شبت شمالي قسم بالله العظيم اول ما جيت هنا احس ان معي فلوس كثير احس قرية كاشات تدري ان ما في احد صد تدري ان هذه اطلع قرية يمكن مرت على البرامج. انا ما اتابع البرامج والله كثير اللوكيشن هذا تحس انك تحس انك في اليونان صدق يعني عندنا بوليفارد احنا بيني وبينك بيني وبينك يعني عندنا بوليفارد القرية شوف شوف انتيك بوليفارد القرية شوف يا اخي شوف الحلاوة قول له شو اصدق شيء الحمد لله وش اصدق شيء يرحمك الله اصدق شيء قالوا ساحة الابداع ليه يعني؟ لانه فعلا ابداع الله يعني ما تعرف الرسم حقه ابداع الحمد لله يرحمك الله انا فيني زكمة جيك زكمة؟ فيني زكمة الايام هذه انا صحيت من النوم الايام هذه ازكم ساعة كذا ابو ساعة عشان مكيف وين ناقل اشوف كاس المال ورا اشترى هنا تجلس كان يجيك رجم الغياب اذا جلست هنا ليه؟ يعتبر خاص خارج 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 الكادر يعني اوكي يعني هذا الكادر يجيك نجم الغياب ايه بس اللوكيشن هنا لطيف تحس انه يبي لك يبي لك تدري وشو ايش توقع يبي لك هنا مع اللوكيشن مو بقهوة يبي لك بليلة عرفت تحس انك في التمام شو بليلة انت تروح للمعارض لا بس كذا يعني تحس كذا اعطيك على التنسيق والوقت كذا مع الجو يبي لها نسانيس هواء باردة الحين قاعدين على نسانيس بس حار نسانيس تشوي والوجه شوي والله العظيم يا ولد تدري ايش تفقد اذا طلعت من هنا؟ تفقد المكان والله اني صادق ليه؟ خلاص يعني 90 يوم خلاص تألف المكان ليش حطوا 90 يوم؟ قولي ليش حطوا 90 يوم؟ ليه؟ صدق والله معلومة دي لانك اذا حاجة تشوفها مدة ثلاث شهور خلاص ترسخ هنا في العقل الباطني خلاص اي حاجة عشان كذا برامج واقعية ثلاث شهور اذا زاد هذا الشيء بس ثلاث شهور خلاص يرسخ بعد ليش ما نهرب؟ يا سلمان ليش نهرب؟ يا اخي جرب اهرب يا اخي ليش نهرب؟ اخذ خصم انا جيت بهرب حلو قالوا انت عندك 24 ساعة ليش تهرب؟ اطلع يا اخي والله احس مليت من روتين الانضباط يا اخي انا ما ابي انضبط انا في البيت ما عندي انضباطية ليش اكذب على نفسي؟ ما انضبط اعطيك معلومة؟ ايه المخالفة لها لذة ها؟ المخالفة لها لذة مو بلها لذة والله انا الهروب بالذات لها لذة لا بس انا يا طول العمر انسان انا ما احب اقعد ما احب اتقيد يا اخي انا ما ليش يحطون الكاميرات؟ الكاميرات اللي حطوها لنا بعد العيد هذه مصيبه تعقيد والله شوف اقسم بالله اكثر شيء زعلني في البرنامج الكاميرات اللي حطوها بعد العيد والله العظيم شيء ضيق صدر يا ولد انت حط كاميرات ايش تبي تتجسس يا اخي؟ يا اخي بهرب وبرجع 93 حلو 93 حلو دفها خلاص يا سلمان دفها كملها بس تخيل تخيل اقول يعني كانت تروح تفطر تخلص امورك برا ترجع تخلص شغلك ترجع بكل ادب وتشوف بأدب. تحضر بدايه البث واجي ايوه تجي بدايه مو بكذا خمول تجي فيك طاقه يا اخي اقسم والله اقسم بالله عندي اقتراح ها والله عندي اقتراح اقترحها للاداره وش الحين باقي اسبوع اسبوعين اسبوع كذا باقي نسوي يا رب ما ايوه انت هالبث تبي تطلع تخلص امورك تغير جو تجي اهم شيء عندي وشو الساعه 6 الى 7 بكثير البث فل ما بي 2 3 فل اقسم بالله العظيم تلقى ريالتي عالي تلقى يعني الناس تطلع يعني ايه تطلع تخلص امورك تجي انا عندي اقتراح ثاني هات تخيل وشو اقول لك كل برنامج واقعي خلاص طفشنا يا ولد كل مره كل مره جوال بسوي برنامج واقعي انا بسوي خلاص بفتح قناه في اليوتيوب بدون تلفزيون إيه؟ اللي بيتابع يجي بس تابع. اشتراكات يوتيوب تبي تجي تتابع ما راح تتابع حتى لو اقعد اتابع انا في البيت بدون ترددات بدون شيء بدون شيء يوتيوب وكذا
حتى لو تابع قناتي بجيب متسابقين وشوف لي حراسنا اللي فاضلين معهم متوظفين دخلهم أعطيهم جوالات خليهم يطلعون ويروحون يجون خلي برنامج واقعي سبح للا أطلع ما في نقاط ما في خصم ما في شيء إلا في نقاط في خصم على إيش تخصم نقاط خصم على الغياب على البث أنا وفرت لك كل شيء يا متسابق يعني البث يصير مثلا 24 ساعة البث 24 ساعة 24 ساعة كيف بغيب؟ ها؟ قضى اليوم وين بغيب؟ لا شوف 24 ساعة حلو 8 ساعات ما في خصم كيف بغيب 24 ساعة؟ هو اليوم كله 40 ساعة اللي بيحضر يحضر واللي ما يبي لا يحضر من الساعة 6 الصباح إلى 2 الظهر هذه مسموح لك فيها تغيب عادي بس البث شغال اللي بيحضر مرحبا وسهلا هذا اختياري اي اختياري والله انه والله انك فكرت والله يا اخي والله انك فكرت بدون تردد بدون الاشياء بلا تذكر الفكره ذي تراها لي ترى انت شاهد عشان بكره لا حد سرقها ولا شيء تدري التلفزيون عليه خسائر وفلوس وكذا خسائر ايش توفي توفي يوتيوب واختياري والله بعدين بحط برنامج واقعي مو في الرياض صدقني تلقى عزيز متكر به ساعه بحطه في جده يا مرحبا وما يسهل وشو تكلم تكلم اطفي المايك تكلم عادي احنا يوم 94 اوه زين برا ايش هذا اللي بقى من انخره ايش ترى تعيش ايش مالك واقول لك واحد